انتوا شايفين من ظهرت انا على السوشيال ميديا كثير اسماء كثيرة لا تحصى يحاولون يتسلقون على شهرة هند القحطاني، واغلبهم نجحوا. يعني الكل بلا استثناء، حتى اللي انا سويت لهم اعلانات، في ناس كثير من البنات، بعضهم كنت انزل لها 4 صور في فترة من الفترات، في بنات كنت انزل لهم اعلانهم 4 صور واخذ منهم مبالغ رمزية، ويوصلها من ال4 صور هذه 500,000 متابع. هند القحطاني خلت كل واحدة فيهم تنعرف، وصاروا يسوون اعلانات، والله فتح عليهم باب رزقه واغناهم، والى الان مستمرين بعمل الاعلانات. ومش بس كذا، كثير منهم حصلوا على النجمة، توثقت حساباتهم في سناب شات. ومش بس كذا، كلهم هذولي البنات اللي سويت لهم اعلانات وتوثقت حساباتهم بنجمة على سناب شات حصلوا على رخصة موثوق. يا لسخرية القدر، يا لسخرية القدر. والأصل والأساس تم السحب عليها.